فقرتنا الأخيرة بتهم كل البنات، كلياتنا عم يهر شعر، عم يهر شعرنا وبلشت الصيفية وما بعرف بقى ليش عم يهر الشعر، لسه ما بلش موسم المكدوس ما هيك؟ ليك الهرق مو بيقولوا على موسم المكدوس يعني تساقط الشعر من الأمور يلي كل العالم بتخاف منها، وبس ما في درجة صحيحة لهذا الموضوع. رح نحكي اليوم عن موضوع تساقط الشعر، نتعرف كيف نحن بنقدر نعالجه أكيد مع أخصائي جلدية الدكتور هيك سيروبياني. سعد صباحك دكتور. صباح الخير دكتور. صباح النور. لكنا يعني يا دكتور. لكنا يا دكتور. لكنا ما عاد في صلعنا. الله يخلينا الوصلات. الله يخلينا الوصلات. يمكن هي أهم سبب على فكرة. محل الوصلة بيعمل فراغ بشد. خلينا نحكي من شو بيصير تساقط شعر؟ في عمر محدد؟ في مي محددة؟ في دواء محدد؟ ليش بيصير؟ هلا ما له علاقة عمر ومي، الحياة له علاقة بالأسباب، يعني اليوم إذا في أسباب بأي عمر ممكن تصير. اليوم في أسباب كتير لتساقط الشعر، مثلا بيفرق منه عند الأولاد، عند النساء، عند الرجال، كل واحد بيكون له سبب. مثلا عند الرجال ممكن يكون عامل وراثي من الأب من الأم، موضوع عائلي، يعني هذا بيعمل له تساقط شعر ذكوري، يعني هذا الوراثي المتعارف عليه. عند النساء الأسباب بقى عد ولا تحصى، من اضطرابات الهرمون للتبدلات الفصلية لموضوع الريجيمات، المشكلة بعادات المرأة هي أكثر، للشغلات الليس اللي بتعملوها، الكرياتين والبروتين، هدول مواد تسبيل احيانا اذا وصلت للفروه ممكن تسبب اذيه كثير كبيره، يعني اذا طبقت بيد غير خبيره ممكن يعني الست تدفع الثمن، بس بتدفع الثمن شعره وتصليحه صعب، لانه ما توقعوا موضوع صار موضوع اعاده نمو الشعر من اول وجديد، وموضوع بياخذ وقت طويل. في اسباب مرضيه، في اسباب عند الاطفال مثلا مثل موضوع نقص التغذية مثلا، سواء الامتصاص، احيانا بعض الافات المزمنة مثل حمى البحر الابيض المتوسط بيضطروا ياخذوا عليها بعض الادوية مثل الكولشيسين وغيرها، عند الكبار ممكن يكون مميعات، يعني هي الحقيقة اسباب كثير، ما انا اسباب عادية. نفسية، عامل نفسي هذا بتحطي وين ما بدك، هذا عامل نفسي هذا نمبر 1، هذا بتحطي ممكن يسبب لك تساقط شعر، ممكن يعمل لك تعلق بعامل نفسي، يعني موجود العامل النفسي دوما، يعني عامل نفسي بتحطي مسبب رئيسي باي مرض، لانه وحجه الكل نفسيتي تعبانه. هو الحقيقه ما حجه الكل، هو لا هو عامل اساسي، يعني هلا اليوم العامل النفسي سكري، العامل النفسي ضغط، العامل النفسي بعيد الشر شلطه، العامل النفسي مشاكل التهاب قولون عصبي مثلا، في كتير اعراض حتى غير جلديه بتظهر على العامل النفسي، فما بالك بالامراض الجلديه، بيعطيك صدف، بيعطيك بهاق، بيعمل لك تساقط شعر، بيطلع لك حب، يعني في بيعمل حكي، يعني احيانا شري حاد ممكن يكون مزمن بيرجع لعوامل نفسيه، يعني عوامل نفسيه فينا نحطها دوما بس هي ما انا كذبه، يعني بس ما مفترض نتبناها اول الكل، يعني مين ما اجى عندنا مرض الحاله النفسيه تماما ما بجوز. لا هلا مفترض نحن بنتحرى مع المريض اذا في عنده عامل نفسي وبنصحه، يعني مفترض نحن نصحه ونساعد المريض على تصحيحه، ممكن المريض يكون يعني ما لا حول ولا قوه بهذا الموضوع، فمفترض نحن نساعده، بس ما بنفترضه حل، يعني ما بنفترضه سبب رئيسي قبل ما نفكر باسباب عضويه ممكن تكون موجوده وبدها علاج حقيقي. نعم. العوامل النفسيه بتجي مع الاستقصاء الطبي لأي سبب مرضي موجود. خلينا نحكي شوي عن موضوع النساء، بما أنه ذكرت أنه في عوامل كتير للنساء لحتى يهر شعرهم، ومنها موضوع الرجيمات العشوائية يلي كتير دارج بهذا الوقت، كانوا عم يحرم حاله من الأكل كرمال النحافة، وبهالطريقة هن ما عم ياخدوا الغذاء الصحيح. كيف بيقدروا أنه هن بهيك حالة، إذا عرفنا أنه الموضوع هو سوء تغذية، كيف بيقدروا يعالجوا موضوع تساقط الشعر عندهم؟ هلا موضوع الرجيمات الحقيقه موضوع شائك، الست دائما بتطمح انه يكون عندها جسم حلو شكل حلو، المشكله انه حتى طموح الست ما حدا بيعرف لوين، يعني انا مرة علي مريضات اوزانهم بال 65 ورايحين عاملين مثلا اصمعدي او 70، يعني احيانا ممكن الافراط في الطموح يسبب لنا مشكله كبير، ما كل شيء اللي احنا بنتخيله هو شيء بيصير على الارض، ما في شيء بيمشي بلا تمن. الرجيمات القاسية هي شيء بينعكس على الشعر، بيعمل لها تساقط شعر الراس، بينعكس على تهدلات بالجسم ان كان بالخدود، ان كان تجاعيد مبكره، ان كان تهدل بالصدر، تهدل بالوراك، سيلوليت،
يعني اليوم ما بيفترض نفوت برجيمات عشوائيه، مفترض نراجع حدا مختص تغذيه. بالمناسبه كلمه مختص تغذيه هو كمان منه موضوع هوايات. اليوم بسمع فلان مختص تغذيه بيطلع هوايه، فلان ممكن يكون طبيب من اختصاص ما وحابب يشتغل بالتغذيه كمان، هذا الموضوع موضوع منه عشوائيه انه والله راحوا لعنده ونحفوا. إيه طب شو اي واحد بجوع بينحف يعني، وفيك تاخذي اي قاطعات شهيه وتنحفي وبعدين قطعت فيهم شو بيرجع بصير؟ بترجع بترجعيهم بس بفارق بسيط، انه انت اليوم بيكون عندك كتلة وزن جسم بتعتمد على العضل والدهن، تمام؟ اليوم وقت بتنزلي وزنك بروح العضل والدهن، وقت بترجعي بترجعي دهن، يعني عم بتشوه الجسم، ما عاد بيرجع الموضوع بالشكل اللي يكون مناسب. تساقط الشعر العشوائي، تساقط الشعر الناتج عن الـ عن الـ عن الحميات بسبب نقص وارد الفيتامين، بسبب نقص وارد البروتين، يعني عندك الفيتامينات والبروتينات اساسيه بتكوين الشعر، فعمليا وقت انت عم تقصري فيهم من ضمن العناصر اللي بتنضرب عنا بجسمنا هو الشعر. وكيف هو بيتعوض اذا اخذوا هلا دارج هالوقت بنلاقي فيتامينات مقويه للشعر للي عاملين ريجيم او للشعر ايه للي عاملين ريجيم ايه انه المقويات للشعر للي عم يعملوا ريجيم كثير دارجه هلا، يعني عم نشوفها على كل يوم والثاني بيطلع لكم شغله دارجه ايه. ما نعرف يعني كيف بدهم هاي الشغلات عن جد بتفيد ولا لا؟ موضوع يسحب مصاري، الموضوع كل وقت الاعظم تجاره هي اللي بتداعي باحلام الست عن جد. طيب هي. دكتور خلينا بما اننا عم نحكي هاي النقطه، يمكن القصص التجميليه كمان هي بتؤدي لتساقط الشعر، يعني الاكستنشن او وصلات الشعر بشكل دائم خلينا نحكي عليه قد ايه بتضر؟ في شيء دارج اسمهم كوكي او هيك كوكيز او شيء، هدول بيتلزقوا بشكل دائم بالراس وبيضلوا شادين الخصل وبيطولوا، ما بعرف شو بيصيروا عفونه للشعر بعدين. خلينا نحكي عن كل هدول الموضه يلي السرعات اللي بتصير بهيك شغلات بتنحصر بالتالي. الصبغات اولا، نوعيه الصبغات اذا كانت سيئه تعتبر من عوامل المسببه للتساقط. طيب الاكسيدان اللي بتغطي الشيب، لا ما هو على فكره بتشيبوا على بكير بنور الصبغه على بكير بطقطق الشعر بيقولوا، لا من كتر ما بتستعملوا الاكسيدان. هلا الحقيقه انه كثير مستحضرات بتستعملوها لشعركم بتسبب تساقط الشعر، مثبتات الشعر، مسبلات الشعر، جلسات اللي كل يومين والثالثه بتطلع، يوم بسمع كرياتين، يوم بسمع بروتين، شيء بسمع بوتوكس للشعر، كولاجين، شيء مدري شو. هدول الطاقات الابر اللي بيطقوهم هلا هي ممكن يكون في شيء منها، يعني على الاقل مغذي شوي، يعني من برا بيغذي شوي. أوه. قلت وضحتها شوي، يعني هي ما بتقدر تحل، يعني اذا عندك تساقط رئيسي ما بمشي حال من برا، بدك تاخذي علاج داخلي قبل الخارجي. يعني ما حدا يتوقع انه اذا حط مستحضرات من برا انه خلص رح يرجع له شعره، الا اذا كان تساقط شعر بسيط كثير، اما اذا كان تساقط شعر حقيقي ما في شيء اسمه علاج من برا. بدك ترجع على السبب من جوا وتصلحيه من جوا. المشاكل الاهم بالعادات، رجعنا لنفس الفكره، بترجع على طريقه يعني صرع، ما فيني اقول للست هلا لا حدا يصبغ، ما بتصير. يعني معلش ما نحكي في شغلات ما نتقبل امر واقع، بس على الاقل عرفوا الكواليتي اللي انتم عم تحطوه، يعني روح عند ناس خبيره بشغلها، عند حدا بيستعمل كواليتي منيح، حدا معروف انه ما عم بخبص، على الاقل ما حدا يدفعكم ثمن، لانه الثمن غالي احيانا، بنكون فايتين لحتى مثل ما بقولوا نروح الشاب نتسلى شوي ونعمل لوك جديد، تمام، نطلع بلوك مخيف، فبدنا ندير بالنا من هذا الموضوع. الاكستنشن اليوم طلعت من وراء قصص تساقط الشعر اللي صار شائع كثير، ضعف الكثافه الحقيقه، وهذا ضعف الكثافه سبب شيوعه الكثير مثل ما حكينا الريجيمات، ممكن يكون اعراض حتى اضطرابات هرمونيه اليوم اللي نسبه وجودها عند النساء تصل ل 85 و90% بسبب العادات الغذائيه اليوم بتعتمد على مواد حافظه، مواد منكهه، مواد ملونه، بتعتمد على مستحضرات غير طبيعيه اللي احنا بناخذها، بتعتمد على معدلات جينيه اليوم ناخذها بالاكل مثل الخيار، مثل البندوره، مثل الفروج، هذول كلهم فيهم تعديل جيني بشكل او باخر بياثر، من ضمن تاثيراته طبعا بياثر ما بس على الشعر، من ضمن تاثيراته تساقط الشعر عند النساء. صارت المره تلاقي حل بديل، طلعنا بحل الاكستنشن وال ما بعرف شو هي اللي سميتيها لانه ما كثير عندي خبره فيها، بلزقوهم بالشعرات ايه بشوف بنشوفهم ايام. هلا المشكله تبعهم انه هدول بشكله حمل او ضغط على الشعره، على جذر الشعره، بيعمل شد. يعني اليوم اذا عندي شعر ضعيف فانا عمليا عم حمله وزن اكبر من وزن الشعره الموجوده احيانا بضعفين او ثلاثه،
شيء طبيعي بده يصير عند التساقط اكبر، وبعد فتره بده يصير عمليه انه نعوض الشعر بتصير اصعب، وانك تطبي ادويه وتاخذيها لتحاخذي نتيجه بتصير اصعب واصعب. يعني الموضوع ما نلجا دائما للحلول المؤقته، يعني ما نلجا لانه والله هلا بنزل بعمل اكستنشن وبحلها. اوكي انزلي اعملي مراجعه لطبيبك، شوفي شو سبب تساقط الشعر تبعك وعالجي. اكيد راح يكون على المدى ولو كان البعيد، ولو انه علاج الشعر بس في نتيجه دائمه، بس على الاقل نتيجه دائمه. هلا راح نروح شوي للشباب كمان بيهموا الموضوع تساقط الشعر، وذكرنا العامل الوراثي. لا بيسبوا ولا بيعملوا، ذكرنا العامل الوراثي خصيصا بمناطق معينه بجلده الراس، يمكن من هون اكثر شيء بيطلعوا او من او نياشين. وهلا اخر فتره صاروا يقولوا انه يلا بنزرع، انه راحوا الشعرات يلا بنزرع. هل وقت يصير معهم هاي الحاله الشباب الحل الوحيد ليرجع ينمو الشعر عندهم براسهم هو زراعه الشعر، او بيقدروا انه يتعالجوا عن طريق ادويه او مكملات غذائيه او غيرها؟ لك يا عزيزتي هلا في نقطه، اول شيء ما بيقدر انسان يعاكس امر وراثي. اكيد يعني فاليوم بيجيني شاب اللي مثلا عندي هاي المشكله بكون عنده امر وراثي، فنحن بنعطيه الدواء وبنبهه طول ما انت عم تحط الدواء امورك بخير، بس وقفت الدواء رح الشعر اللي طلع ممكن يرجع انت تخسره. يعني انه حكم رب العالمين انعكس وما بزبط. مواضيع الزرع له مشكلة، الزرع اخذ مفهوم خاطئ. انه يعني بيجيني ايام شباب عمرهم 20 سنة اول ما بيهر شعرهم بدي ازرع. يا حبيبي اسا من الاساس جوز ما اكتمل هر الشعر تبعك، يعني حتى اذا في امر وراثي الصلعة الوراثية تبعك ما اكتملت. فانت اذا زرعت على الواقع الحالي بين الشعر الموجود، بعد فترة الشعر الموجود كمان بتخسره، بصير شعرك مبين مثل اللي عانت فيه شعره. انت بيكتمل هر الشعر عند بيختلف بس ببين، يعني بدك تشوفي انت عائليا كيف شكل الصلع عندهم. يعني ما بتكتمل، بس في ناس بتكتمل معهم بالثلاثينات، في ناس لبعد الثلاثين، وفي ناس بالعشرينات. بدك تشوفي كيف شكل الصلع الوراثي اللي عندهم، يعني كيف صلع الموجود عند والده وعند اخواله وعند عمامه. بدك تاخذي منها شكل على الاقل بيوجه ولو شوي انه هذا الموضوع خرج زرع ولا لا. الزرع حتى ما فينا نلحقه ابدا قبل، خلص وراثي وراثي. هلا شو بيتلحق؟ بيتلحق انه ما يهر شعره لمرحله متقدمه، بس انت امر اول على اخير بده يصير. بس انه نحن هذا هو اللي بنلحقه، انه بكون بدايه التساقط نعالجه، بيتحسن التساقط بيطلع له شعر جديد، طول ما عم يطبق ادويته هو بخير، بس وقف ادويته بيرجع لبعدين عاجلا ام اجلا للامر الوراثي الموجود. نعم. موضوع الزرع المشكله الثانيه تبعه انه في ناس ليك الزرع بينجح بالماء بالنياشين مثلا، زرع بينجح بصلع مانو كثير كبير، لانه انت بالنهايه عم تاخذي جزر الشعره، بتاخذي جذور من شرايح جلديه موجوده على الفروه من ورا، فانت عمليا عدد الزرعات محدود. يعني ممكن توصل مثلا 3000 4000 5000 زرع، اوكي، بس هدول 5000 زرع ما بيغطوني من هون لهون. شو بيعملوا؟ عم بيصيروا يضطروا يعملوها بس من قدام، بس عملوها من قدام عشان يعطوا كثافه. بينزل على المسبح، بيطلع من الحمام، بتحسيه طالع مثل تانتان، طالع له هيك بشعرتين من قدامه. او مثلا بيضطروا بوزعوا له اياهم، بيطلع راسه مثل راس اللعبه احيانا، يعني احيانا ما كل زرع بيطلع حلو. يعني عندي مريضين راجعوني بعد الزرع عملوا ليزر ليشيلوهم. حبيت لا هي ما شرط تشوهوا، المنظر ما قبلوه، المنظر ما حلو، بيطلع المنظر صناعي كثير. لا خليها الصلعه. ايه فقرروا انه هن يعملوا ليزر، انه اخي شلنا اياهم عملنا ليزر عليهم معلش شيلهم، هدول ما بنساهم، يعني انه شيلهم اياهم بالليزر وخلصنا منه. اه حلو. انه عنده ما عنده مشكله يضربها بالشفره للقرعه تبعته ولا يطلع له شعرتين ثلاثه هيك عن جد 50. يعني هي دكتور دائما بنشوف فيتامينز هي لتقويه الاظافر والشعر، لتقويه الاظافر والشعر. تمام. بعيدا عن التجاره خلينا نحكي عن الفوائد الحقيقيه بالحبوب يلي بنتناولها كفيتامينز. من كثير بنسمع انه قوي اظافيري بس الشعر ما قوي، وشعر الراس قوي بمناطق ثانيه او ما مشي الحال او كذا، خلينا نحكي عن هالتفاصيل. لك شغله لك نقطه، هلا اول شغله ممكن يقوي الاظافير ما يقوي الشعر اذا كان في عندك سبب لتساقط الشعر مختلف عن سبب التغذيه نفسه. يعني انا اليوم اذا كان عندي مشكل تغذوي مثلا نقص حديد حاد، نقص فيتامين د بهر الشعر، تكسر الاظافر بصير عندي ضعف في 2. طيب واذا عندي ما عندي هذا المشكل وعندي فوق مشكل هرموني، راح اخذ انا الاعاده بالفيتامينات راح يتحسن الاظافر بس ما راح يتحسن الشعر. اوكي. فعمليا هذا الموضوع حالات فرديه، يعني هذا من خلال مراجعه الطبيب انت فيك تقيمي كمريضه
شو المشكلة تبعك والطبيب بيشرف على علاجك بمراحل علاج. وبالمناسبة العلاج مراحل، ما حدا ياخذ دواء ويفترض انه انا فت على الصيدلية والله اخذ دواء مقوي شعر حليت المشكلة. طلع على الفيسبوك اليوم اعلان لدواء امريكي والله جايبينه من برا، لحقوا حالكم يا صبايا، هدول بس لحقتوا حالكم لحقتوهم لهم لحقتوا جيبهم، اكثر من هيك ما في. اليوم المغذيات في ما كل شيء مكتوب عليه مقوي شعر ومقوي اظافر هو الحقيقه مقوي شعر واظافر، هذا كلمه ممكن تدعيها اي شركه، واغلبيه الشركات هي شركات فود سبلمنت، حتى يعني ما نادرا لا تكون شركات ادويه، فما فيكم تاخذوا دائما مصداقيه بهذا الموضوع. نسبه الفيتامينات والكواليتي تبع الشركه وتجربه الطبيب هي اللي بتوجه المريض. بس انت اليوم ما فيك تاخذي تقولي والله هلا مثلا انا بحط بيوتين، طب هلا اليوم في منتجات بيوتين بالسوق على 300 ميكرو جرام يعني 0.3 ملغرام، وفي عندك لل 10 جرام يعني هدول بيناتهم في عندكم 0.3 و 0.6 وعندك الواحد وعندك اثنين وعندك ثلاثة وعندك الخمسة وعندك 7.5 وعندك 10، هدول كلهم منتجات مرعولية. طيب كلهم اسمهم بيوتين، والله عم باخذ بيوتين. لا ما عم تاخذي بيوتين، شوفي النسبه المعايره تبع انه هذا هل انت اليوم عم تاخذي الكول الدوز الصح والعيار المناسب. تماما، وما شرط الدوز هو الدوز الصح هو الاعلى، يعني احيانا الاعلى هو الشيء اللي ما بفيدك، يعني في دوز حقيقي مناسب. هذا الشيء طبعا لتحاليل، وطبعا لو راجع الطبيب هو بيقدر يقدر الطبيب. هذا الشيء هو اللي بيقدر الطبيب، التحاليل بتوجهه في بعض الحالات بس ما كل الحالات. انا ما عندي تحليل بيوتين ما في نوع بشكل عام تماما، لانه اليوم تخيل اذا بده يطلب تحاليل عامه كامله المريض ما بينشال منه 200 300 الف ليره يعني خرب بيت المريض، ايه بيهروا الشعرتين بقى يعني ما راح يبقى شيء. هلا الكل بده يهر شعره وسنانه. دكتور قبل ما نختم بالختام وسريعا خلينا نحكي عن اهم الاكلات والفواكه والخضار يلي بتساعد على نمو الشعر وما تكون غاليه. ما تكون غاليه كل شيء. خم ليمون؟ لا لاموز ولا موز ليمون لا لا كل شيء. تكامل التوازن الغذائي وارد فيتاميني وبروتيني متكامل هو شيء مهم، وارد فيتامين دي هو شيء مهم، وارد حديد معدني وارد حديد مهم، وارد زنك مهم، وارد نحاس مهم، وارد من أملاح الكبريت مهم. أنت عم تحكي عن الشيء بيؤثر فيه النحاس وأملاح الكبريت كتير، صحيح هدول عناصر ندرة بس هن شيء مهم. نقعد نلحق كل شغله بحالها؟ ما في، لا خلي توازننا الغذائي كامل، ناكل كل شيء بشكل متوازن وبشكل صحي. يعني الخضره لازم تكون نيه، ما تفكر انه اذا انت عملتي خضره وغمستيها بالزيت معناتها انت بخير، لا خضره نيه. اللحمه بدها تكون نص مستويه او يكون في عندكم بروتين شوي شوي صرف، يمكن الكبه النيه احسن من اللحمه المشويه استغربوها، بس هي كل ما كان الوارد البروتيني صرف كل ما كان فائدتكم اعلى. شكرا كثير لك دكتور للمعلومات اللي قدمت لنا اياها، وهلا وصلنا لختام حلقتنا. شكرا دكتور. اهلا وسهلا يا ميتا.